السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان رسميا أعلن انستغرام إضافة هاشتاج في بايو انستغرام في التطبيق نفسه. قبل كم يوم أنا سويت شرح إضافة كيف تضيف هاشتاج في بايو انستغرام، لكن هذا الهاشتاج ما حد يقدر يدخل عليه إلا من الكمبيوتر أو من جوجل نفسه، لكن الآن خلاص رسميا تقدر تضيف الهاشتاج في بايو انستغرام، واي شخص من التطبيق نفسه يقدر يشوف هذا الهاشتاج ويتصفح الصور والفيديو. نتعرف على الطريقه كيف تضيف هاشتاج وكيف يكون شكله. ندخل على الانستغرام، طبعا هذا حسابي في انستغرام، اتشرف بمتابعه الجميع. زي ما انتم شايفين هنا هاشتاج انا سويته عشان الشرح فقط، مش على السعودية، مصر، الامارات، البحرين، الكويت، المغرب، الجزائر، العراق الى اخره. هذا الهاشتاج لما تدخل عليها، مثلا بندخل على هاشتاج السعودية، اي شخص يضغط عليه راح يكون واضح عند الهاشتاج الصور اللي نازلة في الهاشتاج، صور ومقاطع فيديو الى اخره. برضو كذلك اي هاشتاج تبيه تونس، اي هاشتاج تبيه راح تقدر تشوف الصور والمقاطع الفيديو اللي نازل اول باول. طريقة بسيطة جدا، ندخل على البروفايل من هنا، اديت بروفايل، وبعد كذا تطلع لك هذه الخيارات. نضغط على البايو من هنا وتفتح لك هنا إضافة الهاشتاج. هذه الصفحة مثلا تبي تضيف هاشتاج ثاني، مثلا بضيف هاشتاج، اضغط على مسافة بالاول، وبعد كذا اضغط على علامة الهاش، هذه اسمها الهاش، وبعد كذا اكتب الهاشتاج اللي ابيه. كمثال مثلا كل العرب، لما اكتب كلمة كل الكلمة الاولى بين الكلمة والكلمة لازم اضيف علامة اندرسكور، اللي هي هذه البعض يسميها داش تحت او الشرطة الى اخره، لكن اسمها هي اندرسكور. اضغط عليها وبعد كذا اضيف الكلمة، اذا كلمتين ثلاث اربع لازم تضيف بين الكلمة والكلمة، لازم تضيف علامة اندرسكور. بعد كذا نضغط على دن زي ما انتم شايفين، واضغط على دن برضو زي ما انتم شايفين، تم اضافة هذا الهاشتاج. طبعا الهاشتاج نفسه يكون من احرف معينة، يعني الان الحين باقي لي 62 حرف، يعني اي شيء، يعني حتى لو تضغط مسافة مثلا ينقص حرف عندك هنا. لو بحذف هذه الكلمات او الهاشتاج كلها يطلع لي 150 حرف، يعني المجموع 150 حرف. انا ما ابغى اضيف اي شيء، يعني يقول لك هل تريد الخروج دون اضافه التعديلات؟ اقول له نعم. زي ما انتم شايفين الهاشتاجات هذه واضحه. طبعا انا جهازي ايفون، ممكن اجهزه الجالكسي ما تدعم هذا الخاصيه، او اجهزه اخرى، او التحديثات القديمه. انا اخر تحديث للتطبيق نفسه وظهر معي كل شيء. اذا عجبك الفيديو اضغط على لايك واضغط على اشتراك عشان تدعم قناتي. اشكركم على المتابعه وفمان الله.